عسلامة، مرحبا بكم في كوجينة هنداتي. فطور اليوم مرقة لوبيا بالدجاج. مرقة اللوبيا باش نطيبها اليوم انا باش نطيبها زهرة. هذوما المكونات اللي حضرتهم، حضرت طريفات الدجاج من الافخاذ، النجم راهو نحطو حتى مصدر، وحضرت شوية لوبيا. هذه رطل لوبيا، فصصتها اللوبيا ونحيت لها قشرتها. 3 كعبات بصل قصيتهم جويدين. راي المرقة هذه تحب بزايد بصل ولا بصل يلزمنا نقصوه جيد على الاخر كيما توا هكا قصيته. وهذا يا الفاح باش نفوح بيه الفطور. والمرقة هذه راهو ما يفوحها ويبننها كان البسباس والكمون، هما اللي باش يبنوها ويزيدوها بن على بن مرقة اللوبيا. ومع البسباس والكمون حضرت شوية فلفل مرحي، كركا، فلفل لاكحة. الفلفل لاكحة فيها خليط نتاع الفاح، فيها شوشو الورد وفيها قشور برقدان، ملح، زيت زيتونة. وتوا باش نفوح هكا طريفات نتاع الدجاج وباش نطيب الفطور. نحط شوية ملح، شوية بسباس، مغرفة نتاع قهوة هكايا بسباس، كمون، مغرفة زيادة نتاع قهوة كمون، نحط شوية فلفل مرحي هكايا زيادة مغرفة نتاع قهوة، نحط شوية كركا، فلفل لاكحة باش نحط توا شوية وفي الأخر باش نزيدوها زيادة طريف آخر. نصب شوية ماء باش نحل أكل الفاح. نخلط أكل الفاح مع الدجاج. الطريفات متاع الدجاج هاني كملت فوحتهم، باش نحط البصل. نصب الزيت مقدار نتاع 8 مغارف زيت. نخلط اكل البصل مع الزيت والدجاج اللي فوحته. طريفات الدجاج هاني كمل فوحتهم، توا باش نخليهم 15 دقيقة يشربوا الملح والفاح، وبعد باش نركب الفطور نحطو يطيب. الدجاج اللي فوحتو عملو 15 دقيقة، توا باش نركب الفطور نحطو يطيب. نشعل الغاز وطريفات متاع الدجاج باش نقليهم، باش نخليهم يتقليو 10 دقايق، وكا نقعدو ساعة ساعة نحركو. الدجاج يتقلى عندو 7 دقايق، وكا قعدت ساعة ساعة نحرك. ووقت اللي نقليه وما نصبوش ماء، توا أكل بصل هو اللي يسيب ماء اللي تقلى فيه الدجاج. وكنقعدو هكايا ساعة ساعة نحركو، وتوا باش نزيد نخليه يتقلى 3 دقايق أخرين. الدجاج يتقلى عندو 10 دقايق، توا باش نرمي اللوبيا. الدجاج طري راهو في ساعة ما يطيب، بعد ما نقليو يلزمنا نرميو اللوبيا. نصب شوية ماء، نحرك. وبعد ما حركتها اكل الصلصة، توا باش نغطيها النحاسة ونخليها تغلي حتى يطيب الدجاج وتطيب اللوبيا. مرقة اللوبيا طابت، خليتها تغلي حتى طابت اللوبيا. شوفوا كيفاش طابت، وشوفوا الصلصة متاعها كيفاش عاقدة، البصل متاعها كله ذاب، الدجاج زادا طاب. اللوبيا كي نرميوها من الاول بعد التخلية راهي تطيب قد تقدم مع الدجاج. توا باش نحط مغرفتين زيت، نحط شوية فلفل أكحل، وباش نخليها تزيد تغلي 2 دقايق، وبعد باش نطفي عليها. مرقة اللوبيا طابت وهني توا باش نطفي عليها وباش نعديها.
هكا يجي الصلصه نتاعها. مرقة اللوبيا هذه كمان تعبيتها، راني ذقتها، راهي جات بنينة بنينة برشا. ما تتصوروش البنة اللي في المرقة هذية بك اللفاح اللي حطيته في وسطها اللي زادها بنة على بنة. راهي وصفة سهلة وفي ساعة ما تحضر في القناة. أنا عندي عدة وصفات متاع مرقة اللوبيا، مطيبتهم بالطماطم والهريسة، طبعا نخلي لكم الروابط نتاعهم في صندوق الوصف. المرقة هذية ما نرميوش فيها فلفل أخضر على خاطر الفلفل باش يغير لها الطعم نتاعها. وإن شاء الله تكون عجبتكم الوصفة. بالسلامة وشاهية طيبة، وتابعوني واشتركوا في قناتي باش يوصلكم جديد الفيديوهات وأحلى وأشهى الأطباق التونسية الزمنية.